آخر لقاء كان في آخر عظة قالها سيدنا قدسة الباب. كنت أنا موجود في القاهرة، وأنا فاكر كويس قوي من ورا كان سيدنا نزل من الأسانسير وراكب وعلى الكرسي المتحرك دوت. سلمت عليه وقال له صلي لي سيدنا عشان أنا برضو مسؤول عن كنيسة في الدومينيكان في الوقت دوت. يعني فعلا هي اتبنت بس لسه ما اتشطبتش. دومينيكان دي في الكاريبي، في جزر الكاريبي، طبعا بتتكلم اللغة الأسبانية. يعني أنا فاكر لما قابلت قلت له عندنا خدمة في الحتة دي، قال لي وأنت عرفت الناس دي منين؟ يعني إيه اللي وداك البلاد دي يعني؟ أنا عايز أقول أنا موديك بوليفيا، أنت إزاي رحت في حتة تانية يعني؟ بس بفرحة وبمحبة يعني. المهم يعني قال لي، قلت له صلي لي سيدنا عشان المباني، قال لي ربنا هيبارك ما تخافش وربنا معاك يعني. يمكن دي كانت آخر كلمة وآخر نصيحة. وبعد كده هو دخل على المحاضرة، ويمكن دي كانت آخر محاضرة لسيدنا. وأنا جيت هنا هو في شهر مارس، جيت هنا هو على بوليفيا، ما كملتش أسبوع يمكن 10 أيام، وجي الخبر بتاع نياحة قداسة البابا شنودة. يعني استقبلت خبر النياحة ازاي؟ لا كان صعب طبعا، يعني عمر ما كان حد يصدق ان يعني من حبنا الشديد لسيدنا، وطبعا هو ابونا ومعلمنا والبطرك والبابا وكل حاجه، ان هيحصل في يوم من الايام كده ويسيبنا يعني. لان كان هو كان كل حاجه يعني. فكان خبر صعب. انا فاكر يعني طبعا انا في ساعتها اول ما خدته كان يعني صدمه، مش عارف كنت اروح فين. اللي عملته رحت، صدقني حطيت في الشنطه الصغيره كده حاجه كده بسرعه، طلعت على المطار. انا يوم يعني اليوم ده طبعا ما يتنسيش طبعا، وقلت لهم لازم انزل مصر اي طريقه وعن طريق اي حاجه. طبعا انا بقول 3 طيارات ويوم ونص، 24 ساعه 25 ساعه 27 ساعه 30 ساعه ممكن اكتر، لكن قلت لا طبعا لازم اكون متواجد واخد بركه سيدنا، حتى لو في اخر لحظات في الاخر خالص. حتى انا فاكر وانا في الطياره، لسه الطياره ما اقلعتش يعني، جالي تليفونات برضو من بعض القنوات ان هم يعني انت فين وهتعمل ايه والخبر. طبعا الواحد ما كانش متمالك اعصابه انه يرد او يتكلم، لان كان الخبر برضو عشان احنا برضو بعاد قوي، المسافه بعيده قوي، فيعني كان خبر صعب والوقت والصدى بتاعه صعب يعني. لكن طبعا عايشين بتعليم سيدنا، وعارفين ان هو باصص من فوق على الكنيسه، والكنيسه اللي هو ابتداها بتعليمه وبمحبته وبتعبه بيتشفع فيها فوق دلوقتي، وهو واثق ان كل حاجه كويسه، وان قداسه البابا تواضروس ربنا يديله صحه من جيل لجيل بيكمل، وربنا على الخدمه، وربنا يدي نعمه، لان في دول تانية برضو مسؤول عنها زي اكوادور، زي اسبانيا، زي دومينيكان، زي كوبا، زي تشيلي، زي بيرو، يعني ربنا يدي نعمه يعني.